السلام عليكم طلابي الأعزاء. المحاضرة الأخيرة الكورس الثاني لهذه السنة الدراسية تحت عنوان Thickness Design of Rigid Payment. طبعا هذه آخر محاضرة بهذا الكورس، بعدها راح تعدون الامتحانات النهائية، وإن شاء الله التوفيق والنجاح الباهر لكم جميعا طلبتي، وإن شاء الله كلكم وبدون استثناء أنتم مشروع مهندسين ناجحين، في ليس في مجال الطرق فقط، لأن أنا صار احتكاك وياكم مجال الطرق واكتشفت أنه أنتم ناس واعيين وناس مثقفين وعندكم حس هندسي وأيضا عندكم رؤية مستقبلية، وأتمنى لكم أنه أن تكونون مهندسين ناجحين في كل مجالات الهندسة المدنية، وإن شاء الله بعد ما تتخرجون نبقى إحنا زملاء وأصدقاء، بذاك الوقت راح نكون إحنا أصدقاء أو زملاء عمل، وإحنا كأساتذة لكم حاضرين لكم بالمستقبل لأي شيء أنتم محتاجين من عندنا باتجاه اللي يريد يكمل منكم دراساته واللي منكم يتعينه واللي منكم يدخل بأي مشروع، فإحنا حاضرين لكم. طبعا المحاضرة الأخيرة اللي تحت Thickness Design of Rigid Payment خذنا الأسبوع الماضي الطريقة الأولى في تصميم Rigid Payment، وهذا الأسبوع راح نأخذ الطريقة الثانية. مثل ما قلت الطريقتين مهمة جدا، والطريقتين اثنينهن فعالات واثنينهن ذات كواليتي عالية بالتصميم. طبعا الطريقة الثانية للريجيد بايمنت اللي هي الاشتو ريجيد بايمنت ديزاين، طبعا احنا اخذنا اشتو فليكسيبل بايمنت ديزاين وراح ناخذ الاشتو ريجيد بايمنت ديزاين. طبعا هي من الطرق المهمة جدا والاكثر اهمية، طبعا مثل ما اخذنا بالفليكسيبل بايمنت قلنا الاشتو هي الاكثر اهمية، ايضا الاشتو هي الاكثر اهمية بريجيد بايمنت، على الرغم الطريقة الثانية ايضا طريقة جدا مهمة وتاخذ الامور بنظر الاعتبار. طبعا خلينا نشوف شنو الديزاين كونسيدريشنز، يعني شنو النقاط اللي يجب ان ناخذها بنظر الاعتبار ديزاين كونسيدريشن عندما نصمم هذا الطريق. The factor associated او the factor considered in the ASHTO procedure for design of rigid pavement as presented in the 1993 guide are. Factor او العوامل اللي تدخل ويجب ان ناخذها بنظر الاعتبار عند تصميم الريجيد بيمنت بطريقه الاشتو هي ذن الفقرات السبعه اللي هن تقريبا هن نفسهن الفقرات السبعه اللي خذناهن بالفليكسيبل بيمنت، اللي هنا بيمنت بيرفورمانس. حتى احنا نعرف البيمنت بيرفورمانس لازم نعرف عن طريق البريزنت سيرفيسبيليتي اندكس اللي اخذناها اللي هي دلتا بي اس اي، واللي تفاصيلها احنا شارحيها بالتفصيل. سب جريد سترينج، قوه السب جريد لازم نسوي فحوصات نطلع قوه السب جريد. سب بيس سترينج، اذا استخدمنا سب بيس بهاي الطبقه يجب ان نطلع السترينج مالته، وايضا عرفنا شلون نطلع السترينج للسب بيس بالفحوصات. ترافيك ان تيرمز اوف يعني كوفلنت سنجل اكسل لود، ايضا لازم نحسب الترافيك وعرفنا شلون نحسب الترافيك. كونكريت بروبرتيز، خصائص الكونكريت، طبعا انتم ماخذيها خصائص الكونكريت شلون نسوي الفحوصات، المودلوس اوف رابتشر، المودلوس اوف الاستيسيتي كلها تعرفها ايضا عن طريق المختبر. طبعا هنا شنو تسوي الخلطه الكونكريتيه مالتك، يعني الميكس ديزاين مالتك مال الخلطه، وتسوي البروبرتيز مالتها، تطلع الكونكريت بعض الخصائص راح نشوفها بالتصميم شنو الخصائص اللي نحتاجها. الدرينج، طبعا شرحنا ايضا الدرينج بالطريقه السابقه بالنسبه للفليكسبل بيمنت نفس العمليه، والريلايبلتي ايضا شرحنا كل النقاط اللي مرات عليكم سابقا واللي هنا نفسها راح ناخذهن كفاكتورز او نقاط ناخذها بنظر الاعتبار عندما نصمم الطريق. طبعا راح نجي نشوف بعض الفاكتورز اللي نستخدمها بالتصميم. جوينت لود ترانسفير كوفيشنت، اكو معامل اللي هو جي اللي هو جوينت لود ترانسفير كوفيشنت اللي هو معامل نقل الحمل او نقل الاحمال عن طريق الجوينت. فاحنا حكينا سابقا شلون ننقل الجوينت عن طريق the load transfer coefficient اللي هو الجي، هذا اللي هو اللود اللي واللي هو الكوفيشنت اللي له علاقه باللود اللي ينتقل بين القطع الكونكريتيه، اللي احنا شلون ينتقل اللود بين القطع الكونكريتيه اللي هو عن طريق الدولز وعن طريق التاي بارز اللي هو بين الجوينت الطوليه والعرضيه. لو تشوف هنا The load transfer coefficient اللي هو J is a factor used in rigid pavement إنه فقط rigid pavement design to account for the ability of a concrete pavement to distribute transfer توزيع أو نقل load across disc continuities such as longitudinal and transfer joint. يعني ينقل الأحمال سواء بالjoint مثل ما قلت لكم joint الطولي أو joint العرضية. زين هذا أول فقط. شو نحسب هذا الفاكتور؟ لو تشوف انه عندنا جدولين هنا او فيجرين انه نقدر نحسب من عنده هذا الفاكتورز اللي هو شوف هذا الجوينت الفيجر الاول حتى نحسب من عنده هذا الكوفيشنت. شوف هنا شولدرز، يعني احنا ريجيد بيمنت، اذا ريجيد بيمنت بي شولدرز ناخذ هذا الفيجر نطلع، ما بي شولدرز هذا، شوف هذا هنا
نو تاي شولدرز، هنا اشوف نو شولدرز، هنا بي شولدرز هذا الفيجر. فاحنا شنو طريقه بي شولدرز تاخذ هذا الفيجر، ما بي شولدرز تاخذ هذا الفيجر. زين، اذا بي شولدرز زين، شنو نوع الشولدر اللي موجود؟ عباره عن اسفلت لو عن طريق كونكريت تايد بورتلاند كونكريت سيمنت، يعني طريق الشولدر كونكريتي لو شولدر اسفلت. اوكي، فانت عندك بارتين، هنا بارت وهنا بارت. زين، لود ترانسفير ديفايس، يعني اللود ترانسفير اللي هو مثلا الدول والتايز، موجودات لو ما موجودات، سواء اذا كان اسفلت او تاي او كونكريت. فاللود ترانسفير ديفايس اللي هو شنو الديفايس اللود، يعني الترانسفير هو اللي موجودات نقصد بهم الدول بارز والتاي بارز، هل هن موجودات لو ما موجودات؟ اذا احنا قلنا اكيد انه موجودات. زين، اذا موجودات راح تجي تشوف هذه الارقام، تجي على الارقام انه بيفمنت تايب، نجي نوب نوع البيفمنت شنو اللي موجود، بلين جوينت اند جوينتس رينفورس، يعني بلين جوينتس. البلين يعني انه الطريق هو بلين وما طبعا ما مسلح، يعني بس مجرد الجوينتس اللي موجود. وهذا النوع الاول مال البيفمنت اللي هو بلين جوينت اند جوينت رينفورس، يعني اللي هو طريق او الكونكريت هو بلين يعني بدون رينفورسمنت، ما عدا الرينفورسمنت صايره بالجوينت، الجوينت اللي هي مسلحه، يعني مسلحه ايش نقصد انه موجود دول بار بيها موجوده. اوكي، النوع الثاني لا، اللي هو كونتينوس رينفورس كونكريت بيفمنت، اللي هو طريق مسلح كله بالتفصيل، يعني الجوينت مالته مسلحات وباقي الفضاءات الاخرى مسلحه. فنختار هذه الارقام اللي موجوده، طبعا اذا اكو رقم فوق تاخذ الرقم، اذا اكو رينج اي رقم ضمن الرينج ماكو اي مشكله. البارت الثاني اللي هو اذا كان الطريق ما بي شولدرز، اللي مثل ما تشوف بيفمنت تايب بين قوسين نو تايد شولدر، يعني ماكو شولدرز لازق بالطريق منا ومنا. ف طبعا عده انواع، اللي هو هذا الاول اللي هو جوينت كونكريت بيفمنت، اللي هو هذه ال W معناها with load transfer device، with يعني بي load يعني بيهن تاي بارز ودول بارز. اوكي، ناخذ هذا الرقم. هذه without يعني طريق كونكريتي، شوف R يعني reinforced، without load transfer device يعني ما بي هذا، بس مجرد joints. اوكي، وcontinuous reinforced concrete pavement اللي هو continuous اللي هو موجوده كل الطريق، يعني كله continuous اللي هو يعني continuous reinforced concrete pavement اللي هو مثل ما اخذناه طبعا هنا نفسه، وهذا هنا كونتينوس رينفورس كونكريت بيفمنت اللي هو هذا طبعا ما بي جوينتس، هذا رينفورس كونكريت ما بي جوينت، انه هو مستمر الرينفورس مثل ما شرحنا انواع ريجيد بيفمنت اللي هو ما بي جوينتس، هذا انه مجرد الجوينت من ننهي يوم العمل ومن نجي ثاني يوم نسوي هذا الكونستراكشن جوينت، من ننهي يوم نهايه يوم العمل الى بدايه يوم العمل الثاني، لانه كونكريت قديم كونكريت جديد، فنخلي هذه الجوينت اللي موجوده. فهذن الطرق، فهذه لن انواع الطريق، وعلى ضوء هذه الريزلت نطلع قيمه الجي. زين، طبعا الدرينج كوفيشنت ايضا اكو فت كوفيشنت سي سب دي اللي هو له علاقه بالدرينج، اللي هو نطلع عن طريق هذا الجدول مستخدمين احنا نفسه. طبعا هذا الكولوم هنا نوعيه الكواليتي مال الدرينج، هل من الاكسلنت الى فيري بور، والاكس وهذه القيم الاخرى طبعا هنا بيرسنت اوف تايم بيفمنت ستراكشر از اكسبوزد تو موستشر ليفلز ابروتشينج ساتوريشن، يعني ايش قد نسبه الوقت من التايم اللي هو البيفمنت صاير مرحله الساتوريشن، يعني ايش قد فتره الوقت من الوقت الكلي ايش قد نسبته انه البيفمنت ستراكشر يعني كل طبقات انه صاير فيها ساتوريشن، فايضا اقل من 1%، من 1 الى 5، من 5 الى 25، من اكبر من 25. نوعيه هذا راح تحصل على نوعيه الدرينج مع نسبه التشبر، هنحدد طبعا الفاكتور هذا، لا اكو رينج فانت ضمن اي رقم ضمن الرينج تستخدمه، طبعا افضل شيء وتاخذ بالنص. زين، اكو ايضا فاكتورز اخر اللي هو مودولوس اوف الاستيسيتي للكونكريت، للكونكريت مودولوس اوف الاستيسيتي، او بعض الاحيان نسميه الاستيك مودولوس مثل ما تشوفون هنا. اوكي، الاستيك مودولوس اللي هو اي سب سي هذا. اوكي، ايضا يجب يعطى، نقدر نحسب اذا عندك كومبرسيف سترينث مال الكونكريت اللي هو اف سب سي، تقدر مباشره من هذه المعادله تحسب المودولوس اوف الاستيسيتي. فقره اخرى اللي هو مودولوس اوف سب جريد رياكشن اللي هو الكي، اللي ها طبعا نقدر نحسبه عن طريق فحص اللود بليت تيست اللي هو هذا الفحص، شرحناه طبعا سابقا احنا هذا الفحص، نأدي هذا الفحص طبعا نسلط لود على هذه البليته لود، بنفس الوقت ايش راح يصير؟ اللود يزداد، هذه البليته تنزل بالتربه، طبعا احنا حاطين نشوف ثلاث ديسبليسمنت
3 جيج كيسن ديسبليسمنت الازاحه لمقدار النزول. طبعا بالاخير نجمع نقسمها على 3 نطلع معدل النزول لهذه البليته. طبعا وتبدي انت كل ما زيد اللود ترسم هذا السنسرات تعطيك قيم تبدي ترسم تير ديفورميشن ويا ستريس ايش قد زيد اللود. طبعا انت هنا طبعا اللود تقسمه على الاريا هي ثابته يطلع ستريس ترسم هذا الكير. طبعا احنا شو وقت نريد الكي هذا المودول صفر سب جريد ريكشن نحتاج عند ما يكون الاجهاد 10 بي اس اي باوند بير ان سكوير. سقط من العشرة تنزل تطلع ديفورميشن تقسم هذا الاجهاد على هذا ديفورميشن يطلع هذا الكي اللي هو مودولوس اوف سب جريد ريكشن اللي احنا نريده. ايضا نحتاج احنا مودولوس اوف رابتشر للكونكريت مودولوس اوف رابتشرز بعض الاحيان اف ار بعض الاحيان نصح له اس سب سي ماكو مشكله انتبه مرات اس سب سي و اف سب ار هذين التسميتين اثنين هن معناها المودولوس اوف رابتشر اللي هو بالباوند بير ان سكوير اللي هو نقدر نحسبه من هذه المعادله. لو عندنا الاف برايم سي مال الكونكريت تحت الجذر مضروبه في 0.7 نقدر نطلع مودولوس اوف رابتشر للكونكريت. زين راح نبدي هسه طبعا بعد ان جمعنا هذه المعلومات نبدي نصمم هذا الكيرفات. انا معطيكم اياها الشارتات طبعا عباره عن شارتات راح اجي هذا طبعا شارتات هذا الشارت الاول اوكي وهذا الشارت الثاني عالية التصميم يصير على هذا الشارت وتنتهي. طبعا نشرح هذا الشارت بهذا المثال شلون طريقه التصميم. طبعا ديزاين ريجيد بيمنت يوزنج اشتو ميثود يقول لك صمم طريق كونكريتي باستخدام طريقه الاشتو. مطينا هذين المعلومات المعلومات اللي هي افكت اوف مودولوس اوف سب جريد ريكشن اللي هو الكي 72 باوند بير انش تكعيب كونكريت الاستيك مودولوس اللي هو 5 في 10 6 بي اس اي مين كونكريت مودولوس اوف رابتشر اللي هو اس سب سي اس سب اس او اف سب ار جنس 150 باوند بير انش سكوير لود ترانسفير كوفيشنت اللي هو جي 3.2 نعطيك اياه جاهز درينج كوفيشنت هو 1 نعطيك اياه جاهز ديزاين سيرفيسبيلتي لوس او اندكس دلتا بي اس اي اللي هو 4.5 اللي هو 2 ريلايبيليتي متكيه 95% اوفر اول ستاندرد ديفيشن المفروض انت تعرفه اذا ما طبعا اعطيتكم اياه بالمحاضرات السابقه اذا ما موجود عندك اذا منطقيه لا تلتزم بالمنطقيه منطقيه ستاندرد ديفيشن طبعا هنا ريجيد بيمنت 0.29 والاكوفالنت سنجل اكسلوت 5 في 10 6 هذه المعلومات يريد يقول لك ايش قد نحتاج ثيكنس للطريق الكونكريتي حتى نصممه اوكي زين. طبعا لو تشوف هنا انت وهنا ما محدد لك يعني المواصفات بس احنا بنفس الوقت ما حددنا المواصفات ليش؟ لان هنا مطينا الفاكتورات جاهزه. يعني انتبه مرات اقول لك اعطيك تصميم واقول لك هذا الطريق شنو نوعه يعني انت لازم تعرف الجي من اخذناها 3.2 راح ترجع ارجع للفيجرات اعطيك بس ملاحظات شلون تحل اذا تجيك اسئله تطلع 3.2 لازم ترجع تشوف 3.2 اكو شولدر ماكو شولدر شنو نوع الشولدر وهكذا اوكي. السي سب دي من 1 سي سب دي هذا الرينج كوفي من مقداره 1 لا تقول لي انه انا ما اعرف شنو نوعيه الدرينج كواليتي ما منطني اياها بالسؤال لازم شوف انا ماكو شيء يعني لازم تستنتجه انت يعني شوف تعرف انه طبعا دلتا بي اس اي من اقول لك ايش قد التيرمينال 3 البي تي اللي هي تيرمينال سيرفيسبيلتي اندكس اللي هي بي سب تي لا تقول انا ما منطني اياها منطق اياها هنا شوف. فكل اكو معلومات مو الا مباشره نشوفها شويه حرك نفسك تقدر تحصلها اوكي. فهنا مثلا مودولوس اوف كي سب جريد ريأكشن هنا اسالك سؤال اقول لك ايش قد الديفليكشن اللي صار باللود بليت تيست فانت مباشره هذا الكي عندك اللي هي الكي يساوي لنا بي اوفر اي هذا المعادله. طبعا هاي كلها بس امثله على طريقه الاسئله انت هذا 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 القانون شوف هذا كي عندك البي لازم تعرفها تعرف انه بالمودولوس اوف سب جريد ريأكشن البي هي 10 بي اس اي فاريد منك الديفليكشن شوف عمليه بسيطه بس شويه وسع بالك بالاجابه اوكي. فاحنا قلنا هذين الفيجرين شلون نستخدمهن راح اجي طبعا هنا السؤال راح نجي نحل السؤال زين السؤال راح نحله طبعا الشارتات انا هنا سويت لكم اياهن بصفحه وورد شوف اخذت كوبي نفس من كوبي حطيته على صفحه وورد كبرته فريت الصفحه مال وورد خليت الشكل بهذا الشكل اللي مثل ما تشوفون قدام اوكي زين هذا تبدي تشتغل هنا طبعا تبدي من هنا راح نبدي بهذا الشكل الى ان نطلع التصميم مالتنا. فراح نبدي باول خطوه هذا الاكس من هنا اللي هو افكتيف مودولوس اوف سب جريد ريأكشن اللي هو الكي ايش قد مطينا اياه بالسؤال؟ هذا السؤال مطينا اياه 72 باوند بير اس سكوير 72 نجي على هنا هذا شوف 10 هاي 50 هاي 100 500 800 هاي 50 وراها 60 70 هذه نقطة اي هذه 72 هنا اوكي خلينا نقطة هنا 72 زين
اجي اشوف هذين الخطوط المقوسه شنو حتى تقاطع وياها. هذين الخطوط المقوسه هن الالاستيك مودولس مال كونكريت. انتبه مضروبات في 10 و6، يعني هذه مثلا الخط الاول هو مكتوب عليه 3، الخط الثاني مكتوب عليه 4، الخط الثالث مكتوب عليه 5، الخط الوراء مكتوب عليه 6، الوراء مكتوب عليه 7. فهذا معناه 7 في 10 و6. نجي نشوف ايش قد الالاستيك مودولس مال الكونكريت معطينا اياها. نجي بالسؤال هذه effective modulus of العفو هذه concrete elastic modulus هذه 5 في 10 و 6 اوكي. فانا عندي هنا 72 محدد هاي نقطة اي، اصعد قبل اخليه يتقاطع ويا هاي الخطوط كلها. اجي اشوف نقطة التقاطع مع الكيرف 5، هذا الكيرف 5، شوف هذا 5، هذه نقطة الكيرف 5، حط لنا نقطة هنا، حصلت نقطة هنا، امشي افقي حصل نقطة هنا اللي هي نقطة سي، شوف هذا بس حصلنا نقطة على هذا الخط اوكي. زين اجي اشوف هذا الكيرف، هذا الخط هنا شنو مثل القراءات مالته، هذا المودولس كونكريت او مين كونكريت مودولس اوف رابتشر اللي هو مودولس اوف رابتشر. اجي اشوف المودولس اوف رابتشر ايش قاعد عندي بالسؤال، مودول هذا مين كونكريت مودولس اوف رابتشر 650. اجي هنا هاي 500 هاي 600 700 هاي 600 700 بالنص 650، احصل نقطه هاي منا نقطه وهذه نقطه، اجرهم خط استقامه واحده حصلت نقطه دي هنا على هذا التيرمينال لاين، هنا تانجنت لاين، هذا تانجنت لاين حصلت نقطه هنا. زين اجي هنا هذا لو ترانسفير كوفيشنت اللي هو الجي، ايش قد عندي الجي؟ ارجع للسؤال، الجي ايش قد؟ 3.2 3.2، اجي 3.2 على 2.2 2.5 3 3.5 على 3.2 هنا. اجي حصلت نقطه هنا، انا عندي هنا نقطه اوريدي، امد هنا على استقامه واحده حصلت نقطه اي هنا اوكي. اجي اشوف على اللي بعده، اللي بعده اللي هو درينج كوفيشنت سي سب دي بالسؤال، اجي اروح للسؤال سي سب دي 1 ادي بالسؤال، اجي اروح هنا انا 1 هذه الواحد هذه 0.9 هاي 1.1 هنا بالنص هذا الواحد، هاي نقطة اجي امدهن على استقامتهن حصلت نقطة اف هنا. اجي اقرا نقطة اف هنا، شوف هذه 70 هاي 80 هذه بالنص 75 تقريبا 74 اوكي، هذه نقطة اف هنا 74. خلاص هذا الفيجر الاول، المهم هذا الماتش لاين، انتبه ينتهي الفيجر الاول بالماتش لاين، الماتش لاين ايش قد وصلنا؟ وصلنا النقطة 74، هذه نقطة اف اوكي. وراها انتقل للفيجر الثاني، هذا الفيجر الثاني اوكي، اكمل التصميم مالتي على هذا الفيجر الثاني ايضا انا جبته على صوت. بيش يبدي الفيجر الثاني؟ الفيجر الثاني يبدي بماتش لاين، خلنا اكبره شويه حتى يكون واضح عندكم. هذا الفيجر الثاني يبدي بماتش لاين، ايش قد الماتش لاين انا مالتي؟ طبعا هنا انا 74 اوكي، هذه النقطه نقطه اف اللي وصلتها خليها هنا. اجي هنا ايش عندي؟ عندي الدلتا بي اس اي، ايش قد عندي الدلتا بي اس اي بالسؤال؟ نجي نشوف ايش قد الدلتا بي اس اي، عندي 2 دلتا بي اس اي اوكي. هذه هنا اجي اثبت الاثنين هنا، هاي الاثنين موجوده، ثبت الاثنين هنا، عندي هاي النقطه اللي هنا ال 74 وهاي عندي نقطه هنا، اوصل خط اتقاطع ويا بدايه هذا الخط المربعات، هذا خط البوكس هذا، حصلت نقطه هنا، من حصلت نقطه هنا هنا اوقف، اجي النوبه ارجع من بدايه هذا الشكل من هنا نوبه امجي، اجي من هنا اشتغل، من وصلنا الى الطرف هناك اجي هنا، اجي هنا ريلايبلتي ايش قد عندي ريلايبلتي بالسؤال؟ اجي ريلايبلتي هاي ريلايبلتي عندي 95، اجي 95 على هذا الخط ثبتت نقطه. ستاندرد ديفيشن اجي هذه النقطه هنا، اجي هنا ستاندرد ديفيشن ايش قد عندي ستاندرد ديفيشن بالسؤال؟ ستاندرد ديفيشن 0.29، اجي عندي هاي النقطه 95 عندي هنا 0.29 نقطتين، اوصل خط حصلت نقطه هنا على هذا التانجنت لاين، حصلت هنا نقطه. اجي من هذه النقطه اجي اشوف الخطوه الثانيه، من هذه النقطه اجي اشوف خط الجاي شنو اللي هو ايكوفالنت سنجل اكسل لود، اجي انتبه هنا ايكوفالنت سنجل اكسل لود بالمليونز مضروب، يعني مضروب في 10 و6، اجيب الرقم ما عدا 10 و6 هذا ايكوفالنت، وين الايكوفالنت سنجل اكسل لود؟ هذا ايكوفالنت سنجل اكسل لود 5 في 10 و6، اجي هو هذا اوريدي مضروب في 10 و6، اجي اخذ بس الخمسه، شوف انت عندك هاي 10 هاي 5 هاي 1 هاي 0.5 الى 5 اوكي. عندي نقطه هنا، عندي هنا نقطة على الخمسة، أوصلهن بيناتهن أتقاطع أوصل أوصل أوقف هنا بنقطة على هذا البوكس نفسه على هذا المربع نفسه، حصلت نقطة هنا وأنا محصل نقطة هنا، أمد هذه النقطة أفقي، أمد هذه النقطة اللي حصلتها عمودي تقاطعا في مكان ما، نقطة التقاطع أجي أشوف الكير باو، هذا الخط 9 إنش، هذا هنا سمك، هذين الخطوط هنا شوف عندنا الخطوط بهذا المربع الكبير باو هنا ديزاين سلاب ثيكنس اللي هو الدي بالانش، هذين كلهن الخطوط هن عباره عن ثيكنس مال السلاب مال الريجيد بيمنت بالانش اوكي. فانا وين نقطه التقاطع؟ صارت هنا نقطه التقاطع بين التسعه والعشره، يعني لو يجي واحد يقراها انا هسه لو اقراها 9.9
تقريبا 8 صارت المكان. فاحنا قلنا ما ناخذ البوينت الا لاقرب 0.5، يعني هنا حتى اقرب الاقرب 0.5 ايش قد يصير؟ راح اخذها 10، ما اخذها 9.5. دائما تقرب لاقرب 0.5 للاعلى. اوكي، اذا طلعت عندك 9.1 فايش تاخذ؟ ما تاخذها 9، تاخذها 9.5 اوكي، ولا تاخذها 10، لاقرب 0.5. فانا هنا طلع تقريبا 9.7 او 9.8 التصميم مالتي، فاذا اقربها لاقرب 0.5 فاقربها الى 10 انش، فيصير التصميم مالتي السمك مال الثيكنس، السمك مال الريجيد بيمنت عندي طلع 10 انش. طريقه واضحه وسهله وسلسه، مجرد نجمع المعلومات ونحطها بهذا الكيرف. وشكرا جزيلا لكم جميعا طلبتي، واسفين على الاطاله وعن كل ما بدر من عندنا باتجاهكم، وان شاء الله الموفقيه والنجاح. هذه اخر محاضره طبعا واخر لقاء بيناتنا اونلاين، طبعا مو لقاء فيزيكالي، لقاء اونلاين بيناتنا بخصوص المحاضرات. واتمنى لكم طبعا من اعماق قلبي النجاح الباهر والتفوق ان شاء الله لمستقبل رائع راح ينتظركم. شكرا جزيلا ومع السلامه.